الآن مشاهدينا الكرام، نرحب بكم ونقدم لكم فيما يلي جولة الأخبار الثانية لهذا اليوم، بداية إلى أبرز العناوين. مجلس الوزراء يوافق على توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا. مجلس الوزراء يبحث جهود مكافحة فيروس كورونا وتوفير السلع والمنتجات في الأسواق. ووزير المالية يعلن رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200 جنيه شهريا تنفيذا لتكليف رئاسي. ننتقل معكم إلى تفاصيل الأنباء. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بشأن توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا. وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أن عدد الكنائس والمباني التي جرى توفيق أوضاعها حتى الآن بلغ 1568 كنيسة ومبنى تابعا. ترأس رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة عبر فيديو كونفرنس، وذلك لبحث جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا وكذا توفير السلع والمنتجات في الأسواق. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أنه على الجميع حكومة وشعبا التزامات في مواجهة فيروس كورونا، ما يستوجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار الفيروس، مع مراعاة الالتزام والحرص التام خلال المرحلة الحالية حتى تكتمل جهود احتواء انتشاره، موجها الشكر لكل أجهزة الدولة على جهودها في مكافحة كورونا، مطالبا وزيري الداخلية والتموين بالعمل على ضبط الأسواق بكل حسم وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. أكد وزير المالية دكتور محمد بوعيط أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض. وأضاف معيط أن هناك تكليفا رئاسيا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر التي تصرف حاليا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريا لحوالي 12000 طبيب امتياز من خريج كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 بتكلفة 316 مليون جنيه شهريا. تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة. وأكد سعفان ضرورة العمل للتغلب على الأزمة باعتبارها وضعا استثنائيا والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، مشددا على اتباع الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومدرياتها وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم كل 48 ساعة منعا من أي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي تفاصيل المشروع البحثي الذي يعد شرطا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي إلى السنة التعليمية التالية. وأعلن شوقي أن الطالب يستطيع عمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة بحد أقصى 5 طلاب، وذلك خلال الفترة من 9 من أبريل حتى 15 من مايو،
مع مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة. غادرت مطار القاهرة الدولي رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن لإعادة المصريين العالقين هناك. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإعادة مواطنيها العالقين بالخارج راغب العودة من الخارجين بتأشيرات سياحية أو من الحالات الإنسانية والطارئة. جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 من مارس الماضي. نفت سفارة مصر بمدريد ما يتم ترويجه بخصوص إرسال طائرة لنقل أعضاء السفارة لمغادرة إسبانيا. وذكرت السفارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن كافة أعضاء السفارة موجودون بأسرهم في مدريد ولم ولن يتم منح إجازات استثنائية أو اعتيادية، مشددا على أن السفارة لن تغادر حتى بعد آخر مصري أو مصرية. وأكدت السفارة أنها تعمل جاهدة لتوفير طائرة لجميع الرعايا المصريين. دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحجر الصحي مجددا في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن نتنياهو سيبقى في الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء القادم، وذلك بناء على توصيات الطبيب الشخصي لنتنياهو وتعليمات وزارة الصحة. جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل تعدى 6000 حالة، كما تم تسجيل 26 حالة وفاة. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بكورونا أمس، فيما تم الإبلاغ عن 6 وفيات و35 إصابة وافدة من الخارج. هذا وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالات الوفاة المسجلة كانت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأن الإصابات الوافدة رفعت إجمالي الحالات الوافدة إلى 841 حالة، فيما تم أمس تسجيل 55 حالة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية. تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج واقعة اتهام إحدى فتيات دار نهر الحياة بالشرقية بعدة اتهامات. وأوضح بيان للوزارة أن القباج قامت بالتواصل مع مكتب النائب العام للاطلاع على الموقف القانوني للطفلة بما يحقق كامل الاحترام للقانون وسلطة النيابة. وبناء على ذلك قام مستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية بإصدار قرار بإيداع الطفلة بدار التربية بالجيزة على ذمة القضايا المتهمة فيها. قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في تصريح له إن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات في مسار كوبري حلمية الزيتون الجديد. وصرح عبد العال أن المحافظة بدأت أعمال إزالة عقار الحلمية الواقع في ميدان ابن الحكم بعد تعويض أصحابه لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع الكوبري الجديد، مشيرا أن العقار تقررت إزالته وتعويض أصحابه تعويضا عادلا لوقوعه في مسار الكوبري المقرر إنشاؤه ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتسيير حركة المرور في العاصمة. واقتصاديا، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه،
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.32%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97%، وشملت الارتفاعات أيضا المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي بنسبة 30.3%، وأوضحت الإحصاء أن ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.4% لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 2.5 مليون دولار للشهر ذاته من عام 2019، مرجعا السبب إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع كالبترول، وتابع أن قيمة صادرات بعض السلع انخفضت خلال الفترة المذكورة مقابل مثيلتها خلال فترة المقارنة. رياضيا في هذه النشرة، التقى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بحضور دكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية. ناقش الاجتماع خطة استعداد اللجنة خلال فترة التوقف الحالية والاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية والمقرر إقامتها في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2021. وصرح صبحي أن الوزارة داعمة بشكل كامل لأبطال مصر البارالمبيين، وتدرس الاستعداد بشكل جيد واستثمار فترة التوقف في كيفية وضع خطة شاملة لهؤلاء الأبطال الذين دائما ما يصنعون الفارق بإنجازاتهم في الرياضة المصرية. نفى المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور مفاوضة اللاعب أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، وأضاف أمير مرتضى أن أحمد فتحي لاعب صاحب تاريخ كبير وسوف يكون إضافة لأي ناد وليس هناك خلاف حول ذلك، ولكن الزمالك يعمل وفقا لاستراتيجية في اختيار اللاعبين، ليس من المنطقي ضم ظهير أيمن يبلغ من العمر 35 عاما. وأما عن أحوال الطقس، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا في القاهرة الكبرى مع رياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة. وفيما يلي نستعرض مع حضراتكم بيانا بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليل والعظمى غدا. القاهرة الصغرى 16، العظمى 29، وادي النطرون 16 28، الإسكندرية 14 27، مطروح 12 29، طنطا 15 28، المنصورة 15 26، دمياط 14-25، بورسعيد 15-25، الإسماعيلية 13-29، السويس 14-30، سانت كاترين 11-23، شرم الشيخ 19-29، الغردقة 19-28، المنيا 14-31، أسيوط 14-31، سوهاج 15-31، قنا 15-32، الأقصر 17-33، أسوان 17-34، شلاتين 21-31، وأما في حلايب فالصغرى 22 والعظمى 30.
في ختام هذه الجولة الإخبارية نذكر حضراتكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. مجلس الوزراء يوافق على توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا. مجلس الوزراء يبحث جهود مكافحة فيروس كورونا وتوفير السلع والمنتجات في الأسواق. ووزير المالية يعلن رفع مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200 جنيه شهريا تنفيذا لتكليف رئاسي. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لختام جولتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.